أسمحكم أن تقفوا لنسمع النشيد الوطني. الوطني، ولهذا رايتم راكم قريب 80% من المرشحين تاعنا ما مش مناضلين في الحزب، ولكن اشترطنا لهم شرط تكون مناضل في الجزائر. اللي مناضل في الجزائر مناضل في حزبنا. ما نطولش عليكم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا الجمع. احنا راه شعارنا يا اخواني بسيط، التغيير الامن، والتغيير الامن يكون بالسلم، يكون بالهدوء. احنا نختلفوا مع مدير السبيطار، نحو المدير بصح ما نكسروش السبيطار، نختلفوا مع مدير تاع البريد، نحو المدير ما نروحوش نكسروا البريد، لان مكتسبات الدوله الجزائريه شيء، والخلاف مع السلطه شيء. السلطه رانا ننتقدوا فيها لانها سلبيه ضعيفه، ما قدرتش تقوم حتى الفاكسان، انا مازال مش موفرتها، ولهذا لابد ان تتغير هذه الحكومه، والتغيير راه بايديكم ان شاء الله. اسمحوا لي ان يتقدم السيد رئيس الحركه مشكورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي الفاضل أستاذ أحمد، أخي الفاضل حسليمان، مؤسسي هذه الحركة المباركة، رفيق الشيخ الحاج الهيشور، سي الحاج رابح، الحاج عبد الحكيم، باسمكم جميعا نرحب بضيوفنا الكرام. بأن أهل الجزائر كلهم هم من أهل الجنة، لأن الشهيد يشفع في 70 رجل من أهله، والجزائر بها 1.5 مليون شهيد في ثورة التحرير. إذا كل واحد منهم يشفع في 70، هذه أكثر من 100 مليون. إذا الجزائريين يدخلوا الجنة كلهم، وزيدوا يدخلوا معهم المغرب العربي كلهم إلى الجنة، وهذا ببركة الستة، وببركة 22، ببركة بولعيد وبن مهيدي الذي ستكون لنا الزيارة الرمزية الثانية لمقامه، لنقول للجزائريين جميعا بأننا في حركة البناء الوطني أوفياء لثورة نوفمبر، أوفياء للفاتحين، أوفياء لأهل ولاد جلال وجميع مدن الجزائر الذين احتضنتنا وأعطتنا أصواتها، أوفياء لهذا الشعب الجزائري الذي عانى.